رمضان مبارك علينا وعليكم. شوفوا الفطور اليوم، هذا فطورنا اليوم برمضان. تفضلوا شباب، شو رأيكم اليوم بفطوري برمضان؟ رمضان مبارك عليكم. شوفوا الفطور اليوم، هذا فطورنا اليوم برمضان. تفضلوا شباب، شو رأيكم اليوم بفطوري برمضان؟ هذا مو جارنا يسكن طابع تاني؟ ايه هو عم ياكل احسن من اكلنا الله يهنيه. ايه بدنا ناكل هيك اكل؟ يلا اختي ما ضل شيء لقد المغرب، ادعو. يلا ادعو. ما في غير هالاكل اخي؟ لا يا اختي ما في غيره، الحمد لله. ها ادن يلا. الحمد لله الحمد لله. اللهم اني لك صمت وبك امنت على رزقك افطرت ذهب الظن وابتدت العروق سنه الاشهر ان شاء الله. بسم الله. الله يديم علينا هالنعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا عمو. أهلين عمو أهلين، تفضلي. عمو نحن ساكنين من الطابق تحتك عايزينك على الافطار اليوم. شو؟ والله يا عمو اليوم يمكن ما اقدر. ليش عمو نحن مالنا قد المقام؟ لا يا عمو استغفر الله ما في هيك شيء. خلص رح اجي على الافطار ان شاء الله. تمام عمو نحن بانتظارك. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين جاب، تفضل. أهلين عمو، فوت فوت. الله يزيد فضلكم، يا الله. تفضل جاب، تفضل، تفضل أخي، تفضل. أنا راسي يا أخي. شو أخي، تفضل. الله يزيد فضلك يا أخي. أهلا وسهلا أخي، تفضل، تفضل. الله يزيد فضلك. ضل دقيقتين، أختي لا تقلك شغلة. أختك؟ تفضلي يا عمو تفضلي. حابة أفرجيك فيديو قصير بمناسبة رمضان. إيه شو عليه فرجيني الفيديو. يلا قبل ما يقدم. رمضان مبارك. تفضلي. شوفوا الفطور اليوم، هذا فطورنا اليوم برمضان. شو رأيكم اليوم بفطوري برمضان؟ ربك يا عمو انت هلا بارك معنا هون، ما اشتهيت على الاكل اللي موجود بالفيديو؟ ايه مزبوط مزبوط اشتهيت. انت وضعك منيح واشتهيت، شلون الفقير يلي ما معه يشتري؟ هو عم يشتهي وما ملاقي اكل ياكله الحمد لله. عمو رمضان شهر خير وعباده وصدقات مو شهر لتصوير الاكل. ايه والله مزبوط يا عمو، بهي غلبتيني فيها. انا عملت غلطة كبيرة لما صورت الاكل ونشرته على التيك توك. مزبوط كلامك، انا اسف يا اخي، اسف يا بنت، اسف يا حبيبي على اللي عملته. وانا هلا رح امسح الفيديو وصحح غلطي. ايه افضل يا عمو امسحه، والله في عالم بحسرة الاكل. ايه معك حق يا عمو، انا رح امسح. هاي مسحته. عمو يلا قدم خلينا ناكل. لحظة لا تاكل، لحظة لحظة لحظة، انا رح اطلب اكل وناكل سوا. لحظة بس. ألو السلام عليكم معلم بالدين، كاتب الروج بروستن، رح أعطيك العنوان. المؤمنون الصائمون موائد الإفطار، ليست مجالا للتصوير والمفاخرة والبذخ. تمتعوا بنعم الله دون أن تجرحوا غيركم، اخفضوا صوت ترفكم، حولكم أناس جياع لا يفطرون إلا على الماء.